واحد شوية نقول شنو ديري هاد السيدة هادي السبت ما كتجاوبنيش، شنو هو السبب؟ وكنت غنبقاتي كتغوت تقولي لا راه صاحبي جبت لينا الصداع وهادي، وانا مبقاش كنطق نطق 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 ما حلاتش ليا. انا عارف مرتي بانها كتسمع الحس كتنوم فزيت فزيت لقيت لها ضرب كالسو تريكو كحل، بغيت نشدو مبقاش فيا الجهد. حيت هذا هو المشكلة اخو يوسف، من الأغلبية ديال الناس دابا اللي غيتفرجوا غيقولوا شاب مازال صغير عنده 28 عام، شنو الدافع اللي غيخليه يتزوج وحدة كبر منه يعني بسبع سنين عندها 35 سنة وهي ماشي شي وحدة زعما اللي لاباس عليها ولا اللي غيطمع فيها ولا هادي، تزوج بها وزائد عندها ثلاثة ديال البنيات، وهادشي كاع كامل وعائلتك كانوا رافضينها في الأول. أنا عندي السبب اللي فشتو، حيت انا بغيت نقلب على راحة البال، انا كنت كنقلب على راحة البال. لقيتيها يوسف؟ ما لقيتهاش، بالعكس عزيت غرقت بزاف. راه والدي كان صحيح، والدي كان داكشي اللي قالو بصح. انشا يوسف الواحد المشهد غادي تحكيه لينا كيف ما شفتيه، واخا كنظن غادي يضرك وغيألمك بزاف، هو النهار اللي عرفتي هاد السيده خانتك، هاد السيده اللي كيف قلتي كنتي كنستعد تعطيها حياتك هي والاسره ديالها باش يعيشوا حيت انت حبيتيها وبغيتيها. نهار هذا بالضبط اللي هو السبت، شنو وقع فيه؟ انا السبت كنت خدام، دخلت مع السونس غنخرج مع السونس، يعني كنضرب 12 ساعة خدام سوبر مارشي ديال مرجان، كنت خدام عيطت عليها مع 12 كانت كدوي معايا الو راه كنشقى كنخمل كنقاد في الدار هادي، قلت لها صافي شوفي نيت انا عندي الناس كيدخلوا خصني نقيد وهادي انا ممساليش سيري الله يسهل عليك الله يغلبك على داكشي معليش صافي بديت كندويت معايا صافي خليتها. عاودت عيطت ليها مع شي الربعة بحالك ولا الخمسة قالت لي انا راه متشكية عيانة راه عيت وهادي صافي. السيدة مورا سخرش كنعيط ليها ما كتجاوبنيش كيصوني، هي ما عندهاش تليفون، بنتها اللي عندها تليفون عندها طابليت، هاشي هي قالت لك في العيد مشات عند خوها طاح لها التليفون في الطاكسي، واش هادشي بصح الله اعلم. صافي كنعيط ليها في بنتها، كنت كنعيط ليها في النمر ديال اختها، كانت معاها حاجه حامله اختها كانت كتعطيني التليفون كدوي معاها كونتاك بيناتنا، يعني وهم قارين بلان وهم يا يعني عارفين السيد غيجي نهار السبت، هي شتات راجلها اللي كان فضحها مع باها قال لها راه كيتصيفط مره كيجي نجيب مره كيجي يوسف صافي، وهو باها قال لها شنو كاين وفهمتي، وهم كيدورو كيكذبو بنادم كي بزاف الحوايج مانيش. انا ما كان جات قالتها لي بحال قالتها لي ديجا قالت لي راه فلان راه كان كيجي عند مش عند الوالي قال لها مره كنجيب نجيب مره كيجيب يوسف، واش انا ما عمري ما درت هيك كندوي معاك نهار كامل. قلت لها صافي قلت لها ما ديش عليها هضرتو راه بنادم يعني باغي يدخل بخيط كحل ساعة كنتي تايق فيها انت تايق فيها فهاديك الليلة فهاديك الليلة هما مشات اختها مشاو نهار الجمعة بحالاتهم يعني كلاو كسكسو تقريبا مع الربعة الخمسة بحال هكا مشاو بحالاتهم، زاد راه مشات عند راجلها مشات هي كانت كتقاد البلان ديالها كانت كتقاد الامور معلينيش. انا دخلت مع السونس خرجت مع السونس من تماك بدات انطلاقة في لابي، بديت كنعيط لها
كيصوني تليفون ما كتجاوبش، كنعيط كيصوني تليفون ما كيجاوبش، كنعيط واحد شويه كنعيط التليفون كيقول لك ما مشغولش، كنعاود نعيط كنقول التليفون ما مشغولش، يعني طفى التليفون ديالك. هو ماشي طفى، غير داروا ليه واحد الحاجه باش بنتها تبقى مكونيكتيا وتدخل واتساب، وبلوكاتني بنتها اصلا من واتساب باش هما تبقى ما عليناش. هنايا صافي نعس، جيت ريحت مع الوالده والوالد، كنت نتعشاو كنضحك معاهم، انا اللي ما جاوبتنيش كنحس براسي كيضرني وشي، يعني كنحس بشحال. صافي تكيت في الدار، عيط لي واحد السيد خدام معانا قال لي شوف يوسف راه غدا دخلت على 10، راه شنو وقع لينا في الخدمه شنو وقع؟ قلت لي ماشي مشكل. صافي عاوتاني عيط لي مره اخرى قال لي شوف دير وقت عادي غدا مع السونس. صافي هذيك فاش قطع هو قلت اجي نعيط لها هادي ما كتجاوبني، لقيت نفس المشكل. واحد شويه نقول شنو دير هاد السيدة هادي السبت ما كتجاوبنيش، شنو هو السبب؟ يعني هي كل سبت نفس المشكل كيوقع. نفس المشكل. صافي لبس حويجي طار، كانوا ناعسين لبس حويجي، خديت مع ام ديالي قبل من تنعس كانت واحد دونسون ديال الدراهم ديال 100 درهم، خديتها من عندها قلت لها الرش غنعطيها لك، قالت لي اساس 100 درهم كنت غنهار الحد غنعطيها لها هي حشية، قالت لي انا ما عنديش باش ندير وندير على اساس كنت غنعطيها هذيك 100 درهم باش تقطع. صافي هذيك 100 درهم بقات في جيبي، مشيت مع 10:30 كنقول لك مع 10:30 مشيت للدار، لقيت السيد فتحت باب الدار وجيراننا الله يكثر خيرو عنده موطور، قلت لي بغيتك توصلني للولفة، بقى كيفكر قال لي صافي واخا شنو دير يلا نمشي. صافي قلت الله وفرت واحد 10 درهم ديال الترونسبور، هزني بقينا غاديين وانا حاسب بشي حاجة كنقول ياك ما كاينه شي حاجة، كنتمنى ما يكونش هداك الشيء اللي في دماغي وليكي. سامي دري قلت لي تسنيني هنا بعدشو ونلقى بنتها في الزنقة، شافتني بحال ضربت الضو، قالت لي يا مالك ليش جاي؟ أركين عمتي مولفين كيدرقوا بعمتهم، يعني إلا كانت عمتهم خصكش تجي باش ما تقولهاش باه، يعني باش. صافي قلت لها واخا كاين عمتك انا بغيت غادي ندوي معاها وغنمشي، وبنتها بقات كتغوت تقول لي لا راه صاد جبت لينا صداع وهادي، وانا بقيت كنطق نطق 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 ما حلاتش ليا. انا عارف مرتي بانها كتسمع الحس كتنوم ما ناضتش. ساعة حلات لي الباب حسيت كاينه شي حاجه، حلات لي الباب نقيتها مصوبه شعرها مكحله ماكيا لابسه بينو بيجاما، ماشي بيجاما لاصقة على اللحم دي السماطي، قلت لها شتك مقادة الحالة وهادي، وانا ندخل. دخلت ما كانتش هي يدخل، انا دخلت وليت بليا شي ريحة، وريحت في البيت اللي كنت نعسو انا وياه، بان ليا داك الشيء ماشي هو هذاك، حسيت واحد شوية بقات كتوي معايا قالت لي ماك ومن مالك، قلت لها علاش كنعيط عليك ما كتجاوبينيش؟ قال لي ناعسة، قلت لها ماشي ناعسة، واش اللي ناعس كي قاد في شعرو كي ماكي؟ ما يمكنش ما يمكنش اي راجل غيحس بيا انا شنو كان، راه وصل العظم كوزينة كنقلب. دخلك الشك ديك الساعة؟ دخلت كنقلب مورا الباب كنقلب
عند البيت ديال عمتها واحد البيت مسدود، شفت الساقطه واش محلوله ولا تكون مفروعه ولا اش ليا. دخلت واحد البيت صغير ما فيهش البوله، درت تليفوني بيبي لي والو، قال لي الصاله، غندخل الصاله، خلاوني ندخل وفاش حبسوني. واحد شوي مين شافوني غنمشي واحد المنطقة وعليهم حويج ويجيو طاروا لي على هنايا. بنتي هزات عليا كراطة ضرباتني رجليا السيج عزيز، لقيت له ضرب كالسو تريكو كحل، بغيت نشدو مبقاش فيا الجهد، مبقاش فيا الجهد، بقيت كنغوت على الدري اللي معايا. شحال قال لي مالك هرب، بقيت نشوف نقول نجيب. يعني لقيتها مع الزوج ديالها السابق. اش حسيتي في هذيك اللحظه يا يوسف؟ ندوز على راسي، نذبح راسي، نقتلها، كنقول غنضيع حياتي. يقولوا لي تهديشي عليها انت اللي درتها. بقى فيا الحال. شوف انك ضيعتي شبابك معاه، ضيعت حياتي ماشي شبابي، مبقاش عندي خدمه، مبقاش عندي ركانه. كان عيط على البوليس كيقول لي هما جايين هما جايين، شي واحد ما جا. ملي هرب الزوج ديالها السابق اللي حصلتي عندها في الدارية، شنو قالت لك؟ قالت لي وسير شكون غيشهد لك، اني دليل عندك باش كاين. قلت لها ان القانون غياخذ لي يدير اجراءات، القانون عنده الطريقة اللي غيجيبوه، المخزن ما كيتخبى عليه والو. من بعد جو البوليس ولا لا؟ لا، هزيت انا موطور الدري حداها اللي تهرب، عيطات على باها. فاش كان هو مخبي عيطات على باها، الكلابة كتهددني، الكلابة بابا جاي. يعني انا قلت ليه يجي، انا بغيتو يجي، مي جا جا نلقاها لعطا اللعطا، جا ما دواش ما تسوقش. هذيك لعبة ما انت كذاب، قلت لهم انا مين كذاب، غنديروا القانون، طبقوا القانون. الا كان القانون انا كذبش، انا يشدوني يعتقلوني يضربوني 20 عام ديال الحبس، تهجمت على داركم وما عنديش الحق. اخي يوسف، يعني دابا انت حكيت القصه ديالك كامله، السؤال اللي انا محيرني وكذلك الناس كيتفرجوا دارهم في راسهم، هو دابا انت حكيتي على القصه ديال ان الزوجه ديالك خانتك وغير البارح، شنو غتستافد من ورا هادشي؟ يعني انت بنتي وانت هضرتي، شنو الاستفاده ديالك؟ الاستفاده انا بغيت القانون، انا بغيت المخزن يديروا لي اجراءات. حس مشيت عندهم وقالوا لي انت اللي غتمشي الحبس، انا بغيتهم يطبقوا القانون. قال لك انت اللي غادي تمشي للحبس، انا غادي نمشي نلقى، انا بغيتهم يطبقوا القانون. حس تحكرت، بغيتهم يطبقوا لي قانون وياخذوا لي حقي. كيف ما هما كيموالفين كياخذوا حق عباد الله، كياخذوا لي حقي. خسرت رزقك يا يوسف معاه؟ خسرت عمري، خسرت رزقي. والديك؟ والدي ولاو كيشوفوا فيا شوفات ناقصين. اليوم جيت للخدمه ما خدمتش، الدهر طحت طحت طحت. جات الوالدة، جات الدري، ودعت مشي نقاني مليوها في الدار، طيح في الأرض. أنا جيت خرج باش جيت عندكم، تدتني الوالدة الطبيب ودكولي البرا وداروا معايا اللي خصو يدار، وجابني وحطاني عاد خرجت. قالت لي عندك تخرج؟ قلت لها لا، أنا باش القانون يجي، أنا باش نعلم الناس، باش يعرفوا شنو كاين، باش يعرفوا اشنو كاين.
يعرفوا الواقع. انا بغيت ان القانون يدخل لي يحل الملف ديالي. نشوف. كنتمناو حنا اخويا يوسف، كنتمناو ان القانون يتدخل في القضيه ديالك، كنتمناو ان شاء الله يكون خير. وانت يعني على حساب الاقوال ديالك وحسب التصريح ديالك، راه ماشي منك الغلط، كما قلت انت ضحيتي بكل شيء، بصالير ديالك، بوالديك، ما سمعتيش لهم في حقات السيده هذه، هي اللي ضاعت وهي اللي خسرات واحد في حالك، غير باش نقول لك اخويا ما يبقاش فيك الحال وما عندكش علاش تبكي، لان ربي غادي يعوضك ان شاء الله. يعني ما كيسد الله سبحانه وتعالى باب الا وكيحل باب اخرين، والقدر هذه فيها خير. اذا المشاهدين كيف ما تبعتوا القصه ديال الاخ يوسف، حكى على الخيانه، والخيانه من اقرب الناس، شكون هي الزوجه ديالو، اي واحد الزوجه ديالو هي اللي كيحط لها الراس، يعاود لها الاسرار ديالو، عارف عليه الكبيره والصغيره. هو اختار وتحدى المجتمع وتحدى كذلك النظره ديالو، تزوج بانسان اكبر منه، هو عنده 28 يعني عندها 35 سنه، عندها 3 ديال البنيات، لكن في الاخير حصلها مع الزوج السابق ديالها بواحد الطريقه اللي هو ما تقبلهاش. شنو في الاخير؟ تعدوا عليه وخرجوه من الدار بصفر درهم، خسر حياته، خسر رزقه، خسر حتى والديه اللي ما سمعش ليهم. اليوم كيطالب بحاجه واحده، لان اول حاجه ملي جا عندي بغي يصور قلت لي شنو غتستافد يا يوسف؟ انت حكيتي على الخيانه، وانت حكيتي على الزوجه ديالك شنو درت ليك، ولكن شنو غتستافد؟ قال لي بغيت تصوتي لي وصل ويكون تحقيق في هذه القضيه باش نوصل للحق ديالي، لانني قال لي ما بغيتش ارتكب جريمه في حق هذاك السيد ولا فيها ولا في راسي. فاحنا كنتمناو ان شاء الله ان الحق ديال يوسف ياخذوا طريقه قانونيه بلا ما نسبعوا غدا وبعده كارثه اللي ما غاديش نبغيوها وما غاديش نقبلوها. كان معكم حمزه مندوب، خلف الكاميرا حمزه بوقنات، انا الصور لكم التعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.